العبد الرباني لما بيعيش مع ربنا بقى في دائرة العبودية ويبدأ يتلقى من الله سبحانه وتعالى، بيلقى حاجة اسمها حنانا من لدنا. بيلقى ربنا بيتحنن على خلقه، بيلقى ربنا سبحانه وتعالى بيتعطف عليهم، فبيعرف حاجة اسمها الحنان الرباني. الحنان الرباني هو إحساس الرب بعبده اللي خلقه، إحساس باحتياجه وبضعفه وقلة حيلته. الحنان الرباني حنية من ربنا سبحانه وتعالى على العباد. أكتر ناس بقى ربنا يتحنن عليهم هم عباد الله، اللي هم العباد الربانيين، اللي هم عباد الرحمن. لما ربنا بيلاقيهم ماشيين في طريق العبودية، مؤتمرين بأوامر الله، مبتعدين عن اللي بيغضب ربنا سبحانه وتعالى، بيعطف عليه ويكرمه. ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن سيدنا زكريا لما طلب من ربنا سبحانه وتعالى وليا يرثوه ويرث من آل يعقوب، فأعطاه يحيى، وربنا قال عنه بسم الله الرحمن الرحيم: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. تعالوا بقى شوفوا الحنان اللي ربنا سبحانه وتعالى تحنن به على سيدنا يحيى عليه السلام كان شكله إيه. ربنا دايما بيقول لك يا عبدي ما تقلقش، أنا اللي خلقتك وجبتك في الدنيا، مش هسيبك لوحدك، اطمن، هعطف عليك وهرعاك. ربنا بقى بيقول عن سيدنا يحيى: وآتيناه الحكم صبية، يعني الحكمة أو النبوة أو المعرفة بالشريعة وهو لا يزال صبيا. ربنا يقول: وحنانا من لدنا، يعني رحمة وشفقة من ربنا سبحانه وتعالى على عبده يحيى، أو إن ربنا سبحانه وتعالى وضع العطف والحنان في قلب الأبوين علشان يعوضوه في الفترة الصغيرة اللي هيعيشوا معاه فيها. ربنا يقول كمان: وزكاه، يعني ربنا طهره ونماه ورفعه مكانا عليا وكان تقيا عليه السلام. شوف ربنا عمال يذكر أوصافه، يعني كان نقيا من المعاصي، كان عبدا ربانيا، كان كمان برا بوالديه. فالحنان الرباني ما كانش بس لسيدنا يحيى، وإنما كان أيضا لسيدنا زكريا وزوجه اللي هم شافوا الولد على كبر، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعله مبالغ في البر، ولم يكن جبارا ولا متكبرا ولا عصيا. وبعدين بقى الحنان الإلهي اللي ربنا بيغمر بيه سيدنا يحيى يظهر في قول الله تعالى: وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا. يعني سلام من الله عليه يوم ولد، يعني من أن يمس الشيطان زي غيره من بني آدم، زي النبي صلى الله عليه وسلم ما قال في الحديث. وبعدين ويوم يموت، يعني من ضمة القبر وأي حاجة تانية في القبر ممكن تكون مصدر للقلق والخوف، ربنا أنزل عليه فيها سلام، بمعنى أنه لما يدفن في حجرته يكون عليه سلام من الله. وبعدين يوم يبعث حيا، يعني من أهوال يوم القيامة، يوم يفزع الناس يبقى هو من الآمنين، ما يخافش من العقوبة. سفيان بن عيينة بيقول: أوحش ما يكون الإنسان في هذه الدنيا في أحوال ثلاثة: يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث. يوم ولد فيخرج مما كان، فيلاقي نفسه مستوحش في الدنيا، فربنا سبحانه وتعالى لما يقول له وسلام عليه يوم ولد، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيتحنن على عبده في هذه الدرجة. ويوم يموت، لأنه يوم يموت يرى أقواما لم يكن يعينهم، ما يعرفهمش، لا يعرف هو رايح لملائكة تنعمه ولا ملائكة تعذبه. فلما ربنا يتحنن على عبده ويقول له وسلام عليك يوم تموت، يعني أخذ الصك من الله سبحانه وتعالى أنه يلقى الله والله عنه راض، يلقى الله في أمن دون أي خوف. ويوم يبعث فيجد سلام من الله سبحانه وتعالى على العبد الرباني، رحمة وتعطفا من الله عليه في هذه المواقف الثلاث. هذا معنى كلام ربنا سبحانه وتعالى عن سيدنا يحيى: وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا. العبد الرباني لما بيتصل بالله سبحانه وتعالى بيلاقي في حضرة اسمها حضرة الحنان، ان ربنا بيتودد ويرأف ويرحم ويتحنن على خلقه، فبيطمن وقلبه بيهدى وبيكون في سكينة بينه وبين الله في كل حركاته وكل سكناته في الحياة. من الحنان الرباني بقى الجميل جداً إن ربنا يوجد
هؤلاء العباد الربانيين زي سيدنا يحيى كده لما كان حنان من ربنا على أبويه وكان أبويه في قلبهم حنان على ابنهم. ربنا سبحانه وتعالى يوجد لنا بقى في الكون مجموعة من العباد الربانيين، أنبياء أو صالحين أو غيرهم، بيكون جواهم الحنان الرباني على الخلق. شوف سيدنا إبراهيم عليه السلام لما يدخل لأبوه وأول ما يقف قدامه يقول له يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. أبوه يرد عليه بقسوة وقول له أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. يرد عليه سيدنا إبراهيم بحنان شديد ويقول له سلام عليك، سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. الحنان طلع في الألفاظ والكلمات اللي سيدنا إبراهيم بيقولها لأبوه، أبوه الكافر غير المؤمن بالله سبحانه وتعالى. إحنا كمان ربنا سبحانه وتعالى إدانا حظ كبير قوي من الحنان الإلهي. الحظ ده بيتمثل في أعظم صور الحنان من ربنا سبحانه وتعالى علينا في صورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللي ربنا قال له وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ربنا من علينا ورزقنا حنان، وجزء كبير قوي من الحنان اتجسد في سيدنا محمد اللي ربنا سبحانه وتعالى فضله على سائر الخلق وجعله رحمة لينا، لدرجة إن ربنا سبحانه وتعالى طمنا إنه لن يقع العذاب اللي كان بيقع على الأمم السابقة من خسف وقصف وتدمير وهلاك، مش هيقع على أمة رسول الله إلى يوم القيامة. وطبعاً أمة رسول الله هنا الناس كلها اسمها أمة الدعوة، يعني الأمة اللي بعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم إلى الله. في بقى ناس تانية اسمها أمة الإجابة اللي هم استجابوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا بقى بيقول في أمة الدعوة وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، يعني طول ما احنا بقى متعلقين بسيدنا رسول الله وإحنا أمة إجابة، طول ما احنا مطبقين سنة النبي صلى الله عليه وسلم في بيوتنا في حياتنا مرتبطين بسيدنا رسول الله، ما كان الله ليعذبنا أبدا. وهذا مظهر من مظاهر الحنان الإلهي اللي جالنا في صورة الرسول صلى الله عليه وسلم. ربنا عز وجل بيقول كمان لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولسوف يعطيك ربك فترضى. شوف بقى رحمة وحنان النبي بينا عاملة ازاي. هما العباد الربانيين كده دايما مشغولين بالخلق، يا إما يوصلوهم لله يا إما يجيبوا لهم رحمة من الله سبحانه وتعالى. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول من رضاء محمد صلى الله عليه وسلم ألا يدخل أحد من أهل بيته النار، يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش هيرضى وحد من أهل بيته في النار. سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفعني الله يوم القيامة في أمتي حتى يقول الله سبحانه لي رضيت يا محمد، فأقول يا رب رضيت. وربنا عز وجل من حنانه وعطفه على العباد ورحمته أحياناً بيحن علينا ويرحمنا بسبب عباد ربانيين عايشين في وسطنا. في ناس علشان علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى بيبقوا مصدر سعادة، حتى لو قعد معاهم ناس مش عايزين ربنا سبحانه وتعالى أو يعني ملهمش علاقة بربنا قوي، الناس بياخدوا منهم سعادة بسبب علاقتهم بربنا. تعالوا نسمع حديث سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه اللي بيروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة، يعني بيمشوا في الطرقات، يتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلساً فيه ذكر قعدوا معهم، وحف بعضهم بعضاً بأجنحتهم، يعني يلفوهم كده بأجنحة نورانية أجنحة الملائكة حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء. قال سيدنا أبو هريرة بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم يا ملائكتي، فيقولوا
جئنا من عند عباد لك في الأرض يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. خلي بالك منهم علشان تعملهم عشان تبقى مصدر سعادة لغيرك إن شاء الله. ربنا قال لهم وماذا يسألونني، عايزين مني إيه؟ قالوا يسألونك جنتك، عايزين الجنة يا رب. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا، يعني يا رب ما شافوش الجنة. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا لكانوا أشد لها رغبة. فربنا قال لهم ومما يستجيرونني؟ الملائكة ردت عليه قالوا يستجيرونك من نارك يا رب. قال لهم وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. فقال لهم فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا لكانوا أشد لها رهبة وأكثر منها خشية. فربنا سبحانه وتعالى بيقول لهم قد غفرت لهم وأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. الملائكة تقول لربنا يا رب، وده الشاهد معانا، فيهم فلان عبد خطاء، يعني كثير الذنوب، إنما مر فجلس معهم، يعني هو ماشي دلقاهم وقعد معاهم كده. فربنا يقول لهم وله غفرت، غفرت له هو كمان، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، يعني دول مصدر سعادة. دي في رواية البخاري. في رواية تانية يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس منهم، إنما جاء لحاجة، جاي الغرض من الدنيا. فربنا قال لهم هم الجلساء لا يشقى بهم جليسهم. طب ليه ربنا سبحانه وتعالى غفر للعبد ده برغم من إنه عبد خطاء؟ كان جاي مجلس الذكر لأي حاجة أو أي سبب، مش جاي هنا يقعد قعدة العبد الرباني يذكر الله ويصفي قلبه ويتجه إلى ربنا سبحانه وتعالى. ده لأن ربنا سبحانه وتعالى حنان يختص برحمته من يشاء. ربنا جعل هؤلاء العباد مصدر لرحمة عباد آخرين. ربنا سبحانه وتعالى بيتلمس لعبده أي سبب لأن هو يدخله في رحمته، وهي أصلاً رحمته سبحانه وتعالى وسعت كل شيء. قل لنا في الحديث القدسي اللي بيرويه سيدنا جابر بن عبد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عرفة فإن الله تعالى ينزل إلى السماء الدنيا فيباهي الملائكة فيقول عز وجل انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً ضاحين، يعني جايين مغبرين من الطريق لأنهم مش جايين من بيوتهم، دول بقالهم فترة قاعدين منتظرين في المناسك وطلعين جبل عرفات، جايين بطريق طويل من كل فج عميق. أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول الملائكة يا رب إن فيهم فلان مرهق وفلان كذا، يعني فلان ده تعبان ولا وقف دعا ولا وقف استغفر ولا وقف. فيقول الله عز وجل قد غفرت لهم على ما كان منهم. شفت حنان ربنا سبحانه وتعالى ورحمته؟ شفت وصل لحد فين؟ ربنا يقول لك وينشر رحمته. ربنا بينشر رحمته على كل خلقه من غير ما حد من الخلق يتدخل، وإذا شاء الله لعبد أن يتدخل فإنما يتدخل العبد الرباني علشان يكون سبب لأن رحمة ربنا توصل لكل الوجوه. تعطف ربنا سبحانه وتعالى علينا وحنانه على خلقه إنه بيرزق الخلق، بيرزقهم ويغفر لهم علشان عباد ربانيين بسطاء. ربنا بينظر إليهم فبيرحم الخلق كلهم علشانهم، ضعفاء في الأرض ليس لهم حيلة. ربنا سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي وعزتي وجلالي لولا شيوخ ركع، يعني كبار بيركعوا لله سبحانه وتعالى، أو شيوخ ركع أضعفتهم الدنيا وأحنت ظهورهم، وأطفال رضع وبهائم رتع، لخسفت بكم الأرض خسفا ولمنعتكم القطر من السماء، يعني المطر. يعني ربنا سبحانه وتعالى ينظر إلى هؤلاء الناس فيشمل الخلق جميعا بعنايته وبرحمته. كل عاصي ربنا سبحانه وتعالى ما بيبصش لذنوبه، كل إنسان خارج في الظاهر كده عن طاعة ربنا سبحانه وتعالى ربنا ما بيعملوش بنفس معاملته، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيبص لهؤلاء المخلوقات الضعيفة اللي هي اعتمادها على ربنا،
اللي ملهاش حول ولا قوة إلا بواحد بس، هو ربنا سبحانه وتعالى. الأطفال كمان حديث عهد بالله سبحانه وتعالى، اعتمادهم على ربنا سبحانه وتعالى. الشيوخ بقى الركع السجود، حملة القرآن، الصالحين، ربنا بيغيث بيهم البلاد والعباد. سيدنا عبد الله بن عباس بيقول في قول الله عز وجل وحنانا من لدنا، بيقول يعني تعطف الله علينا بالرحمة. يعني إيه؟ يعني ربنا بيتلمس بقى ليك هؤلاء الخلق، هؤلاء العباد، وربنا سبحانه وتعالى ينزل رحمته علينا ويمنعنا العذاب ويمنعنا الهلاك. عرفتوا بقى وتدبرتوا في اسم الله الحنان؟ عرفتوا يعني إيه ربنا عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن رجلا في النار ينادي 1000 سنة يا حنان يا منان، فربنا يقول لجبريل اذهب فأتني بعبدي، فيذهب سيدنا جبريل ويلاقي أهل النار منكبين بيبكوا والعياذ بالله من شدة العذاب، فيرجع لربنا فيقول له يا رب لم أجده، فربنا يقول له ارجع إليه فإنه في موضع كذا وكذا، فيرجع جبريل عليه السلام ومعه العبد، ربنا سبحانه وتعالى يسأل العبد يقول له كيف وجدت مكانك ومقيلك، يقول له يا رب شر مكان وشر مقيل، ربنا يكفينا وإياكم شر النار، فربنا يقول ردوا عبدي يعني رجعوه تاني للنار، فالعبد يقول له يا رب ما كنت أرجو أن تعيدني إليها إذ أخرجتني منها، يعني أنا ما كنتش أظن أن أنت خرجتني من النار وبعدين ترجعني تاني، فربنا الحنان المنان يقول دعوا عبدي يعني سيبوا عبدي ما تدخلهوش النار تاني واجعلوه بقى من أهل الجنة. اسم الله عز وجل الحنان واللي أثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث مشهور، لما سمع رجل بيدعي ربنا وبيقول له اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يا حنان يا منان. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل والذي نفسي بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم. فالحنان من ثمرة الرحمة اللي ربنا سبحانه وتعالى بيرزق بيها الخلق. الحمد لله إن ربنا قال وحنانا من لدنا، وإن ربنا اسمه الحنان المنان علشان يبقى لنا اتصال بالله سبحانه وتعالى، علشان يبقى عندنا طريق موصل لمحبة ربنا سبحانه وتعالى، طريق موصل لرضاه ولجنته. ربنا يألف بين القلوب ويجمع بين الأحبة يوم القيامة باسمه الحنان وباسمه الرحمن. المسلم بقى لابد إن هو يتصف بصفات هؤلاء العباد الربانيين ويتحنن على كل ضعيف يجد في الكون، لأن ربنا سبحانه وتعالى بيتحنن عليه علشان هو عبد ضعيف مستسلم لله. وإذا كان شايف في نفسه قوة فربنا سبحانه وتعالى ما بينظرش إلى قوة وجبروت هذا العبد، ولكن بينظر إلى العباد الصالحين وإلى العباد الضعفاء فيتحنن على خلقه ويرحمهم لوجودهم في هذا الكون.